تفضل حسان، دعنا في اجواء ما يجري في عين التيني و نعم كاترين، يعني طريقه الاحتفال نبأ انتهاء اللقاء بين الرئيس بري ورئيس الجمهوريه. بدات التحضيرات هنا في عين التيني، يعني في الخارج جهزت الخراف للنحر 15 راسا للنحر، العناصر حرس المجلس باتوا جاهزين لاستقبال الرئيس بري، فرقه من الخيال التي حضرت الى هنا. هذا المشهد في الخارج. اما في الداخل فعائله الرئيس بري بانتظاره داخل قصر عين التيني، كما تنقل لكم عدسة الزميل هادي درويش، زوجة الرئيس بري، أبناؤه والأحفاد، الجميع بانتظار وصول الرئيس بري إلى عين التيني لبدء الاحتفالات بإعادة انتخابه للمرة السادسة رئيسا لمجلس النواب. كاترين، شكرا للزميل حسان الرفاعي. إذا طبعا ستكون لنا عودة إليك حسان فور وصول الرئيس بري لمتابعة أجواء استقباله بهذه الاحتفالات في عين التيني.